السلام عليكم يا أولاد. وعليكم السلام. أهلين بابا. شو وين ماما؟ هي بالمطبخ تساوي أكل. طيب ماشي، خذ عدوان هذا كيس الأكلات تقسموه أنت وتالا. ماشي بابا، الله يرزقك. الله يرزقك. الله يسلمكم. روحي يلا، أنا رايح أبدل لبسي وأرتاح شوي لوقت ما ماما تخلص الأكل. طيب ماشي بابا، خذ راحتك. طيب ماشي. شو عم تعملي انتي؟ هاد مو اسمه عدل، اسمه طمع. لا رضوان، انا مو اختك اللي صغيرة والمدللة. ايه لازم اخذ لك يا طيبة الي. اخذيهم. السلام عليكم يا اولاد. وعليكم السلام. اهلين بابا، شو جايب لنا اليوم معك؟ جبت لكم جاتوي لك ولا تالا، اسموها بالنص وكلوها. ما جبت لك الواحد وحده، خفت ما تقدروا تكملوها وتزيدوا تنكب، حرام. ماشي بابا، صح كلامك، الله يرزقك. يلا ابني قوم اسمها لك ولا تالا، انا رايح ابدل لبسي وارتاح شوي. يلا حاضر بابا. يلا ابني. والله اجت بواتها، هلا صار لازم اختبرها لتالا انه صح صايره طماعه ولا انا غلطان. رح اقطع هاي الجاتوي قطعتين، وحده كبيره وحده صغيره، ورح اشوف اي وحده رح تختار تالا. يا الله غسلني لا خسلو. يلا تالا تعي خدي قطعة وعيفي لي قطعة لي. يلا تالا خدي، شو عم تستني؟ والله طلع شكي بمحله. طيب تالا ليش هيك عملتي؟ أخذت القطعة الكبيرة وتركتي للقطعة الصغيرة؟ لأنه هديك صغيرة ما بتكفيني. بس هذا الشي غلط يا تالا، واسمه طمع. تالا دوان، مو أنا أختك الصغيرة واللي مدللة؟ بابا؟ نعم. ممكن لحظة لو سمحت؟ خير بدي شوفي. بابا لو سمحت تفضل عود هون، في موضوع ضروري بدي احكي معك. خير ابني. بابا تعال، وضع ما بيعجبني، صايرة كتير طماعة وفجعاني كمان. شو عم تحكي انت؟ وينه؟ بابا خليك قاعد لحظة لو سمحت. بابا الشغلة لا بالضرب ولا بالعياط، خليها تحس بحالها لحالها. كيف يعني ابني؟ ما فهمت عليك. خلص بابا خليني أنا أتصرف، ترك الموضوع علي. رايحة أقول لماما تساوي لنا عشاء. طيب ماشي قوم روح. يلا تالا عيفي الموبايل وتعالي نتعشى. يلا تالا مدي ايدك، شو عم تستني؟ تالا ليش اخذتي هذا الصحن وعفتي الصحن الثاني؟ لانه هذا عليه لحمه وهذاك ما عليه لحمه. طيب واذا ما عليه لحمه؟ مو بالاخر كله نعمة الله؟ شو رح تفرق معك؟ لا رضوان تفرق معي، عم بدي هذا الصحن اللي عليه لحمه. طيب ماشي براحتك.
يلا بابا تفضل سمي بالرحمن. استنى رضوان، وادي هذا الصحن واديني هذا الصحن. لا يا تالا، انت اخترتي هذا الصحن وتركتي هذا الصحن، ما حدا جبرك يعني طمعك ضرك ما نفعك. بطلت اكل. شفتي يا تالا كم مرة قلت لك هذا شيء اسمه طمع وفجع؟ والطمع والفجع عيب مو حلو ابدا. دوما بدك تاخدي كل شيء لك، ودوما بدك تاخدي احسن شيء لك، وبدك تاخدي اكثر شيء لك. هذا الشيء عيب وغلط يا تالا. الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تالا لازم دوما تكوني قنوعة بكل شيء، يعني ارضي بالشيء القليل بنوبك الكتير. هاي اكبر مثال واجهتك يا بعينك. احردوان انا اهفة مو بايدة. لخلي لي قلبة لولو اللي بتسمع كلمة وبتفهم بالحكي. شفت بابا؟ يلا تالا امي تعي نحطهم كلهم مع بعض وناكل سوا. ييه. اكيد وصلت الرسالة مو؟ وهلا لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكن، بشوفكن بفيديو جديد.